اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة معانا المبكبكة. المبكبكة دي أكلة من صميم المطبخ الليبي، ولكن أنا حبيت أعملها النهاردة على طريقتي بطريقة سهلة وبسيطة، ومعروفة إن هي بتتعمل باللحمة أو بالدجاج. أنا هعملها النهاردة بالسجق. فكرة لطيفة. عندنا كيلو سجق، نص كيلو سجق حسب عدد افراد الاسره، ومعانا المكرونه الصغيره الجميله. هنعملها مبكبكه ازاي وتاخد الطعم المصري الليبي المخلوطين الاثنين بحب. حلو الكلام، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معانا البطاطا الحلوه النهارده، هنعملها البطاطا المقليه بالقرفه والسكر. البطاطا غير البطاطس. البطاطس احنا نقول عليها المصريين بطاطس، اخواننا في الشام يقولوا على البطاطس بطاطا، احنا هنا البطاطا بطاطا اللي هي البطاطا الحلوه. في منها الحمراء وفي منها اللي بيميل لون للصفار شويه او البياض، موجوده معانا متقشره وموجوده من غير تقشير. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالقرفه والسكر مقليه. حلو يعني من الاخر، هتبقى لطيفه وجميله، والبطاطا غنيه بالالياف وبالسكريات الطبيعيه اللي 100%، وكمان من الدرنيات المفيده جدا اللي فيها كربوهيدرات ونشويات. نيجي بقى لحاجه مهمه قوي النهارده، الفول. طبق الفول بتاعنا محصور ما بين فول بزيت الزيتون، فول بالزيت الحار، فول بالسجق، ولكن فول جراتان، فول بالجبنة والبشاميل، والأطفال يحبوه. أكلة الفول إحنا المصريين بنحبها وكل العالم بيحبها وبنحب نبدع فيها، فأنا جاي على بالي النهاردة أعمل الفول بالجبنة. مش عايز أطول على حضراتكم لأن في تفاصيل في الحلقة كتير وفي معلومة غير معلومة. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل تفاصيل صغيرة ولكن بمعنى كبير وطعم جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيره والمعنى الكبير والطعم الجديد. مقاديرنا ومشترياتنا لا تتعدى اصابع اليد الخمسه كلها وفي متناول الجميع، اذا كانت المكرونه الصغيره اللي بنستخدمها في طبق الكشري، او السجق بتاعنا نص كيلو كيلو حسب عدد افراد الاسره، البطاطا الحلوه معانا كيلو، في متقشر وفي سليم عشان تقشير البطاطس له فن، هنشوف نعملها ازاي، ومعانا جبنه مازوريلا، ومعانا فول مسلوق على النار. احنا نحب نعمل الفول في البيت ما نشتروش جاهز. فتعالوا نبدا بيه يا عم الشيف خط سير الحلقه بالمبكبكه بالسجق من المطبخ الليبي، وتحيه كبيره للشعب الشقيق ليبيا. معانا مكرونة صغيرة، ومعانا سجق، ومعانا طماطم، ومعانا البهارات، ومعانا بصل وتوم، وما ننساش طبعا البهارات العربية الجميلة من اللومي للحبهان، الحاجات اللطيفة اللي بتدي الطعم العربي الجميل. تعالوا شوف نعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة دلوقتي الكل يتساءل، هي المبكبكة بالسجق، هو السجق هيستوي مع المكرونة؟ ده السجق ده بس ننفخ فيه كده استوى، شيف هيعملها ازاي؟ فخليكي معايا يا ست الكل واحدة واحدة كده، ونحضر الصلصة والشوربة للمكرونة الأول وبعدين السجق، وإحنا شغالين مع بعض كده. حلو الكلام؟ طيب، طاسة شديدة الحرارة على النار، بنحط فيها قليل من زيت الزيتون مخلوط بالزبدة، ولما أقول مخلوط بالزبدة يبقى أعرفوا إن أنا هحمر بصلاية وتومة، فعايز اللون الأشقر الجميل. أدي البصلاية الناعمة معها فص ثوم محترم، معها زبدة تقريبا معلقتين من الزبدة كفاية كده، لأن احنا ما عندناش دهون، يعني السجق طبعا نسبة الدهون فيه بتكون قليلة غير اللحم الضاني، لأن المبكبكة احنا عارفين بتتعمل باللحم الضاني أو بتتعمل بالدجاج. نستنى على البصلية دي ما تاخد لون، وهي بتاخد اللون الحلو نبدأ نحط البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا عبارة عن شوية بابريكا حلوين، وادلع البصلية كده بشوية الكمون الحلوين، شوية الكركم والفلفل الأسود بتاعنا والملح. حلو قوي يا عم الشيف، ونقلب كل دول مع بعض. البصلية هنا بتدلع زي الفل، وازيدك من الشعر بيت شوية روزماري، شوية زعتر، توم البصلايه تروح في حته تانيه، واحنا شغالين كده مع بعض. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنالف طعم، بنصنع طعم، بدون مكسبات وبدون شوربه فراخ وبدون شوربه لحم، واحنا مع بعض واحده واحده كده.
علشان الاكله المبكبكه دي انا شخصيا بحبها. ليه بقى يا عم الشيف؟ المكرونه بتاخد طعم اللحم او طعم السجق او طعم الفراخ واحنا شغالين مع بعض. فتعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. معايا قرن فلفل حار لان المبكبكه من الاكلات اللي بتبقى شويه سبايسي. حط الفلفل ده كده في قلب الصلصه دي. الله. ومعانا معلقه معجون طماطم في قلب الصلصه دي. طالما على طول وانت مغمضه حطيتي معجون طماطم وتحطي معلقه سكر يا امي. علل ولماذا؟ عشان الحموضه. حلو. زي الفل. معايا عود روزماري. حلو. باخد الروزماري ده كده والزعتر الحلو ده كده احطهم في قلب الصلصه بالشكل ده كده واسيبهم على النار. شفت الحلاوه دي؟ اه. الله. اخبار السجق ايه؟ لسه مش وقته خالص. حلو الكلام؟ لغايه كده زي الفل. احنا فاهمين بنعمل ايه. اه. طعم هنا في الخلطه دي، في الكشنه دي، في التتبيله دي، وانا شغال كده واحده واحده. عندنا ماء مغلي. اللهم صل على النبي. انزل بالميه. ايه الاختراع ده يا مغازي؟ البساطه والسهوله والمرونه. نسيب ده كده يغلى على النار. اضرب الحديد وهو سخن. ميه بتغلي على كشنه مستويه او على خلطه مستويه أو على طعم أنا صنعته بإيدي. معانا المكرونة الجميلة الحلوة. تعالي يا حلوة نسقطها هنا. فين يا طيب السجق؟ فين الدجاج؟ فين اللحمة؟ اصبر على رزقك. حلوة. المكرونة دي هنخليها تستوي تقريبا نص سوا. تحل في المرق ده ونزود المرق ده شوية مي. يلا مع السلامة. والقلب داعي لك. كل اللي أنا هعمله دلوقتي هرفع الروزماري والزعتر اللي أنا أخدت الطعم بتاعهم بالشكل ده كده وأسيب المكرونة يا عم الشيف تستوي. على ما نعمل حاجة لطيفة مع بعض. إيه هي الحاجة اللطيفة؟ هنمسك السجق ده نقطعه بسكينه حاميه مكعبات. في تاني؟ في تاني. زي الفل. دي تمام زي الفل معانا. هناخد السجق بتاعنا ده كده في كسرله. اشترينا السجق من عند الجزار حبيبنا. دعوه حلوه للراجل الطيب. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شفت السجق؟ بلدي وضاني. اه. هنقطعه مكعبات بسكينه حاميه. طبعا هنا التكنيك العالي ان السجق ده ما يفكش منك ويتحول للحمه مفرومه، ازاي واحنا مع بعض؟ حلو قوي. عينيا انا اشيلها لك من هنا خالص. حلو. الفول بتاعنا الحلو ده خليه هنا. بيضايق الكاميرا. هنا ماشي تمام؟ تمام زي الفل. هناخد السجق الحلو ده كده يا عم الشيف يتقطع كده. شفت التقطيع دي مهمة جدا على فكرة. نعم يا غالي. انت تصبر على رزقك عشان اللي جاي حلو. ده انا هخليه يستوي في 3 دقايق. بتشوف حاجة حلوة دلوقتي. اه. لازم السكينة تكون حامية يا ست الكل. بالشكل ده كده. ما تقعديش بقى تمسكي السكينه وايه وتروحي تيجي بيها على حته السجق هتهريها. هي اهي خبطت ايه واحده كده. حلو زي الفل. نفس القصه. حلو. اه الواحده على 3 ممكن. حلو زي الفل. عندنا المكرونه بتستوي نص سوا او 3/4 سوا.
هناخد السجق بتاعنا ده كده، ده لسه فيه هنا كمان، اللهم صل على النبي ربنا مبارك. معايا فلفل احمر زي ده كده باخده، هاخد السجق ده كده هنا. الله، اه هتعجبك المبكبكه دي على فكره، اكله كده شقيه طعمها هيبقى حلو. نشيل السكينه والبلانشه دي من هنا، ما لهمش عوزه. نروع على المطبخ بتاعنا اول باول. اتعلمي وانت واقفه في المطبخ، ايدك في النظافه، ايدك في المطبخ على طول، تقفي رايقه وفايقه، نفسك مفتوحه، عندك طاقه ايجابيه، تعملي كل حاجه. واحنا واقفين مع بعض كده، ده السجق جاهز زي الفل، مطبخنا رايق. نشوف المكرونه وصلت لفين يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. اه بص على المكرونه بقى، بص على الشقاوه. الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يا مسهل الحال. ده انا مش عايزه كمان. المكرونه خلاص هيستوت تقريبا. ركزي بقى، شفت المكرونه طالما ظهرت من الشوربه كده والمرق، اعرف ان هي على وشك السوى. الله على الريحه الحلوه. اهم حاجه الخلطه والكشنه اللي انا عملتها في البدايه، بصل، ثوم، توابل، حطيت زبده عشان البصله والثومه تتحمر بسرعه ما تاخدش وقت وتنشف مني. اتعلمي التركايه دي، معلقه زبده او سمنه، ويفضل الزبده في تحمير البصل، سواء بتعملي طاجن باميه، سواء بتعملي مكرونه زي دي كده اهو. حلو قوي، اللهم صل على النبي. نمسك السجق نسقطه بقى كده واحده واحده اهو. الله، ما تقلبهوش دلوقتي خالص، هنغطي الحله دي وناخد بعضنا ونجري نطلع فصل. شفت بقى الشقاوه ازاي؟ اهو تركايه هنا بقى، في البصمه دي، في الحركه دي. ده ما يتقلبش خالص، اتحط كده على وش المرق، ياخد البخار. سمع الصوت الحلو ده كده؟ اه. المبكبكه بالسجق على طريقه المغازي وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. اه. طريقه سهله خالص، اسهل من عمايل كوبايه الشاي. اه. هنغطي الحله دي، ده لازم. طيب حاضر. تعرفين ايه؟ عايز اغطيها، مخرجنا قال لي انا عايز اشوفها، بس انت طبعا لازم تغطيها. هناخد بعضينا دلوقتي ونشوف المبكبكه بتفاصيلها دي، هي خلاص خلصت. طب انا هغطيها ليه ولازم اغطيها ليه ومصمم اغطيها ليه؟ عشان اعمل عمليه احتباس للبخار والتيست والطعم، يطلع السجق ياخد البصمه وياخد الشكل بتاعه بنفس التقطيعه اللي انا مقطعها. نقوم نقلبها بعد 5 دقايق من التغطيه. تشوفي دلوقتي المبكبكه بالسجق البلدي الضاني، ودي حقوق الطبع لدينا وبس. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وانا والمخرج بنتخانق. قال لك طب انا عايز اشوف المبكبكه دي والدنيا غطيتها ما غطيتهاش. الاكله دي بالذات لما قلت تتغطى بعد ما احط السجق يبقى لازم تتغطى. ليه؟ عشان التفاصيل في التغطيه والسر في التغطيه. نرفع الغطا ده كده ونصلي على رسول الله. اهو بص على الحلاوه عشان تعرف ان انا معايا حق. اهو جيب لي بقى تفاصيل السجق، وجيب لي حلاوه السجق، وشخصية السجق، وسليم ولا اتكسر، سليم ولا اتفرم. حلو الكلام؟ اه. عايز اقلب، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. الله، تسلم ايدك يا مغازي. قال لك السر في الطاسة والمغازي جاب الخلاصة. ايه الحلاوة دي؟ انسي، ألف أنا وشفا. خلصت الأكلة دي. يلا نغرفها مع بعض عشان نغازلها شويه. ده فلفل حار، يعني هو سليم، مش انا مش مقطعه ناعم. اللي حابب اهلا وسهلا، واللي مش حابب برضه اهلا وسهلا.
ألف هنا وشفا. تعالوا مع بعض نغرفها عشان نشوف اللي بعده. طبق حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي. ونغرف المبكبكة الحلوة بتاعتنا هنا. بص على الحلاوة بالله عليك، شوف المكرونة شربت التتبيلة والصوص والكشنة والبصلة والتومة والزبدة والبهارات ومعلقة السكر ومعلقة معجون الطماطم. اهو ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ حموضة؟ مفيش حموضة بينا. السجق قلبي زي ما تقلبي للصبح، هي التغطية. حلو الكلام؟ اللهم صل على النبي. يلا بينا، شوف الحلاوة دي، شوف الجمال ده. أنزل أنزل. الله الله الله. الله يا شيف، ده أنا بقعد أعمل ببكبكة وأسوي فيها ساعتين وتلاتة على النار، وكمان فراخ تستوي، فراخ ما تستويش، لحمة تستوي، لحمة ما تستويش. ألف هنا وشفا للي ياكل. وأكلة سهلة وبسيطة وتكفي العيلة. خلي بالك يعني دي عايزة الجيران والحبايب والصحاب، وأكلة أم تلمنا كلنا على طبلية واحدة. البركة. خلصنا من دي كده، نخش على اللي بعده. اللي بعده معانا طاجن فول بالجبنة والبشاميل، حاجة جديدة دي. نشوف هنعملها مع بعض ازاي. معانا فول مدمس عاملينه في البيت عندنا، ومعانا بشاميل جاهز نص كوب من الدقيق مع الزبدة والحليب، طلع البشاميل واحنا شطار في عمايله، ومعانا جبنة موزاريلا. حلو الكلام؟ تعالوا شوفوا نعمل مع بعض ازاي شوية فول جراتان بالجبنة، وحاجة جديدة للأولاد هيحبوها. الأولاد بيحبوا الحاجات دي على فكرة. والمقادير على الشاشة. والفول من الأكلات الموثقة والمدرجة ضمن موسوعة الأغذية الشعبية المصرية. مش أنا اللي بقول، العالم كله بيقول، بيشهد للفول المصري. حبة الفول المصري نشوفها كده، آية مدمسينه عندنا في البيت، وانصحك تدمسيه على طريقة أمي. يقعد خمس ست ساعات على النار ما تقلقيش، ده من امبارح على الوناسة. عيني اهو 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 اهو. ايه الحلاوة دي؟ اهو حلو. ده الفول المدمس هنعمله النهاردة بطريقة جديدة، نقول طريقة شبابي. احنا يعني الزمن الجميل يحب الفول بالزيت الحار. تعرفين الزيت الحار اللي هو ايه؟ زيت بذور الكتان او زيت السمسم. عارفين زيت السمسم اللي هو ايه؟ اللي هو بيطلع من السمسم، او زيت الزيتون. الفرق بين الثلاث انواع الزيوت، زيت الزيتون بيطلع من الزيتون، زيت السمسم بيطلع من بذور السمسم، الزيت الحار بيطلع من بذور الكتان. ممكن نخلط ما بين الثلاثه، ممكن زي ما انت عايزه، فول بالبيض، فول بالقوطه، وهكذا. تعالوا نعمله النهارده بالبشاميل. طاسه شديده الحراره على النار، معانا سكينه، مع بصلايه حلوه تتقطع شرايح كده، والطاسه بتسخن. تعلمنا من الشيف المغازي اضافه القليل من الزبده في حاله تحمير البصله يساعد على احمرارها سريعا دون ان تتعرض وتبقى ناشفه وما فيهاش طعم. دي البصلايه. طاجن الفول معروف عنه بيبقى شويه فيه سبايسي. حلو الكلام؟ ونسال برضو ضيوفنا وحبايبنا واولادنا اذا حابين. هناخد البصل ده كده بتفاصيله دي كده. حلو الكلام؟ مع زيت زيتون. مطبخك رايق وانت رايقه وواقفه في المطبخ شاربه القهوه بتاعتك، تسمعي الاغنيه اللي بتحبيها. ده مهم تقفي في المطبخ بحب. ادي مكعب الزبده بتاعنا. ننزل بالبصله الحلوه دي كده. يلا مع السلامه. استنى عليها تاخد لون، واللون هيجي معانا بسرعه عشان الزبده اللي انا ضايفها بالشكل ده كده. التوابل بتاعتي هنا
مش هنحط بقى كركم ولا الحاجات دي كلها. كل انا هحط هنا شويه بابريكا حلوين وشويه كمون والملح بتاعي ونقلبه مع البصلايه الحلوه دي. واسيبهم على النار ونشوف اللي بعده. معانا الفول المدمس بتاعنا. انا من الناس اللي بيحب الفول مهروس نص هرسه، يعني الفول تبان شخصيته كده وانا بهرسه. حتى لما بروح مطعم واطلب فول يجيني الفول سليم الحبه بحبته زي ده كده. اهو بص على الفول. اهو من الاكلات الموثقه والمدرجه ضمن موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه. في كل حاره، في كل بيت، في كل شارع عربيه فول بتتكلم مصر. واقف عليها راجل شهم جدع بيحب شغله يبدع في طبق الفول. ادي شويه الفول بتاعنا الحلوين، حلو قوي. بالشوكه بتاعتنا ونهرسهم كده ايه شويه، يعني مش عايز اهرسه جامد. في طبق فول انا بحبه كمان لازم تعرفوا الكلام ده، الفول ده لما ينضرب في الخلاط جامد وينزل على بصله ناعمه وتومه ناعمه وقرن فلفل حار لا زي الفل. وبعد كده تمام انزل عليهم باتنين بيضه كده وادخلهم الفرن. يا ويلي فول بالبيض على طريقتي، بس لازم الفول يتهرس جامد جدا في الخلاط. اه وفي ناس مش بتحب قشر الفول، بعد ما بتضربه في الخلاط بتصفيه مع مشاكل مع الكولون. بس سبحان الله ربنا عمل عمليه توازن بكليات، يعني كمون. الكمون طبعا بيعمل ايه؟ بيعالج المشاكل بتاعه الكولون مع البكليات. اخبار البصلايه ايه؟ بص على البصلايه اللي بتقول عليها نشفت كده بالله عليك. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، بص ده بابريكا اللي محطوطه دي يا غالي، هي باينه على الشاشه حمراء بس انا حاطط بابريكا يا مخرجنا يا شاطر يا جميل. البصلايه كده زي الفل. هنعمل حاجه لطيفه كده مع بعض، هنحط شويه زيت زيتون هنا ونعمل التركايه دي مع بعض. فين التوم؟ اهو. وانا بحط التوم يا عم الشيف، بحط شويه بقدونس كده، الله عليك، شويه توم. مش مطلوب التوم يتحمر هنا، في اطباق الفول الشاميه العربيه اللبنانيه السوريه مش بيحبوا يحمروا التوم، بيبقى التوم ظاهر في طبق الفول، عشان كده بيقدموا مع طبق الفول جلاط الخضره اللي هو عباره عن نعناع وفجل وخيار طماطم برتقان جزر بصل. شفت انا بقلب التومه ازاي مع البقدونس وادخلهم كلهم مع بعضهم كده، هو ده. وناخد الخليط بتاعنا الجميل الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. تعالى اه يلا بينا ونقلب. شوية طماطم مضروبين في الخلاط، مش معجون طماطم خلي بالك، طماطمية مبشورة. ونقلب دول كلهم مع بعض. السر في البصلاية اللي أنا حمرتها في البداية بزبدة بكمون التومة مع البقدونس، كل ده مع بعضه خد الفول في حتة تانية خالص. ده هيتقدم ازاي يا عم الشيف؟ ولادنا خلاص الفول ده مفطومين عليه، فعايزين نقدمه بطريقة جديدة، ده هدفي دلوقتي. اه غلوة على النار، اللهم صل على النبي. ونجيب الكسرولة للتقديم، معانا البشاميل بتاعنا اللطيف. طبعا الفول فيه توم، طبيعي ان احنا نحط ورقتين نعناع اخضر معانا كده، حاجه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. الفول جاهز معانا، نشيل دي من هنا عشان مضايقه المخرج. الله. وناخد الفول بتاعنا الحلو ده كده مع البشاميل ده كده، ونطبق الأكلة بتاعتنا دي كده عشان تعجبك، وهي حاجة جديدة وجربيها، احنا مش هنخسر حاجة. وهو طبق جديد معانا البشاميل اللطيف، عبارة عن دقيق وحليب وزبدة، بشرة جوزة الطيب إذا أنت حابة،
ركزي معايا بقى في التركية اللي جاية دي، جبنة موزاريلا نصها بحطها على البشاميل. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ نصها بحطها على البشاميل. استاذ رحاب في المقادير معلش في حاجة هضيفها يمكن مش مكتوبة، 2 بيضة بجود انا. انا هنا بدعم طبق الفول بالبروتين الحيواني والبروتين النباتي. الله عليك يا عم الشيف، اذا كان مكتوب اهلا وسهلا، واذا ما كانش مكتوب يبقى برضه نكتبه واهلا وسهلا. هنخفق البيض كده. خلي بالك البيض تضيفيه للبشاميل والبشاميل بارد، اوعى تحط البشاميل البيض على البشاميل وهو سخن، هيتحول معاك لبلح الشام. فاكره بلح الشام بيتعمل ازاي ولا افكرك؟ دقيق في ميه بزيت على النار، ادانا كلكعه كده متينه زي الكوره، نقعد نقلب فيها لغايه لما تبقى ناعمه معانا، ناخدها نركنها على جنب ونسيبها تبرد شويه، بعدين نضيف البيض واحده تلو الاخرى، 3 بيضات لكوبين من الدقيق مع كوبين من الميه ونص كوب من الزيت مع الفانيليا. كده قلت وصفه وانا شغال، اللي هي وصفه بلح الشام. دي جبنه موزاريلا مخلوطه بالبيض والبشاميل، حطيت راق اهزه، اخد نص كميه الفول. الله عليك وعلى والديك. طبعا الفول ده لازم تعمليه لاولادك وتقولي لي رايك فيه للامانه. حلو، واخد شويه بشاميل. الله، ده هيخش النار يا مخرجنا حبيبنا. البيض هنا له دور كبير جدا. بيعمل ايه دور البيض هنا؟ بيجمع الشمل ويلم الشمل ويخلي لك صينية الفول بالبشاميل دي عاملة زي صينية اللازانيا. الله عليك، عينيا. هناخد كمية البشاميل اللي باقي عندي. لازم بيض بشاميل جبنة، بيض بشاميل جبنة. درجة حرارة الفرن عندي 180 يا عم الشيف، ولازم تقولي دلوقتي قبل ما ادخل دي الفرن، وانت قاعدة كده شطورة حلوة بتتابعي القناة الأولى والفضائية المصرية، تقولي السلوجان ده أو الجملة دي: وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. هندخل ده الفرن يا عم الشيف، هنا مش هنحط زعتر، بنحط نعناع. الزعتر ما يمشيش مع الفول، نعناع اليابس أو النعناع الناشف أو النعناع الأخضر بالشكل ده كده. وانا عايز الفول عايز الفرن يحمصه. حلو الكلام عشان التوم. الله اكبر، يلا بينا يلا بينا. اللهم صل على النبي. طاجن الفول، لا ايه الحلاوه دي؟ والصوره تسبق الحديث من الفرن، تعني مليون كلمه. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل مع طبق جميل جدا، أو مع البطاطا الحلوة على طريقة جديدة برضو الأطفال يحبوها. هنعملها بالقرفة والسكر مقلية، أنا شخصياً بحبها، بس لازم أكلها مع فراخ مشوية، أكلها مع بطيخ، حاجة مع مانجا. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض إزاي. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لمقادير البطاطا الحلوة، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالقرفة والسكر والمبكبكة على السفرة بتاعتنا. منورة السفرة، بتتكلم مصري ليبي، ليبي مصر. انا مع الاكلة اللي يعملها، يعني هما معروفين بالمبكبكة بالدجاج او باللحم، انا عملتها بالسجق، عملتها بطريقة سهلة وبسيطة للمبتدئين في المطبخ بطريقة لطيفة وزي الفل. المقادير بتاعت البطاطا على الشاشة: بطاطا حلوة متقشرة وبطاطا مش متقشرة، ومعانا قرفة ومعانا سكر ومعانا سكينة حادة ما قشرناش بيها بصل ولا توم، حتى أنا طلعت الهواء مع حضراتكم وأنا بجيبها، والبلانشة بتاعتي ما قطعتش عليها لا بصل ولا توم، وغيرت الجلافز بتاعي لا بصل ولا توم. أنا هشتغل في بطاطا، ده مطلوب. طالما بتكلم عن الحاجة دي اعرفي إن الحاجة دي مهمة جدا. ما ينفعش السكينة اللي كنت بتقطعي بيها بصل من شوية تقول أنا هقطع بطاطا وخلاص، لا لا لا، هتكرف معاك وتبقى ريحتها بصل وتوم، ويبقى شكلنا وحش ورابتنا زي السمسمة. وإذا قاعدين بقى ده الشيف المغازي ما علمناش كده. كل حاجة جديدة في جديد. حلو الكلام. أدي البطاطا الحلوة، تعالوا نقشر واحدة مع بعض. السكينة اللي أقشر بيها مش هقطع بيها،
السكينه اللي هقشر بيها مش هقطع بيها، علل ولماذا؟ لان بيبقى في رمله في طينه ايا كان، فانا السكينه اللي هقطع بيها لوحدها. ادي البطاطاي اهي هقشرها كده براها خالص واحطها في ميه. احطها في ميه ليه يا عم الشيف؟ عشان تبقى ايه حلوه معايا كده وزي الفل، يبقى فيها اتربه في رمله، لانه عارفين الدرانيات البطاطا البطاطس القرع العسلي الكوسه الحاجات دي كلها الخيار من الحاجات اللي بتبقى قريبه للارض وحضن الارض ودفء الارض وحلاوه الارض. مصر ام الدنيا. شفت ازاي البطاطايا زي الفل؟ تمام قشرناها، هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف ونقطعها مع بعض. نقطعها بقى ايه اصابع زي كانك بتحمري بطاطس عاديه. جربيها لاولادك هيعجبوها قوي على فكره. وتجيبي سكينه زي دي كده او سطور، هتقطعها ازاي دي بقى يا عم الشيف؟ تعملي اول حاجه الحركه دي اهو، حلو اهو اللي انا بعمله ده مهم جدا اهو عشان تطلع معاكي مظبوط. هشيل دي من هنا عشان مضايق المخرج، ونبدا نشتغل كده اهو. دي تقطيعها غير تقطيع البطاطس اهو بالطريقه دي كده، وتبقى رفيعه ما تبقاش تخينه قوي اهو. ولازم يكون عندي يا شيف مغازي قلايه زي اللي معاك دي كده. طب انت قادر وجايب قلايه فلاير؟ انا عايز اعملها للولاد. اعمل ايه؟ في طاسه الزيت يا ام اللي بتحمري فيها سمك اللي بتحمري فيها بطاطس للاولاد عادي خالص، دي مش محتاجه اي احتياطات اهو. طاسه العاديه اهو، تعملي صنف جديد للاولاد حلو، ودي قيمتها الغذائيه عاليه جدا للاطفال بالذات، غنيه بالكربوهيدرات غنيه بالنشويات غنيه بالسكريات مفيده جدا. شفت انا بقطعها ازاي اهو؟ تاني اللي ما خدش باله من الاول ياخد باله من التاني. عايزين اصابع كبيره نقطع دي زي ما هي اهو. هنعمل اول حاجه الحركه دي هوبا ده، ونقطعها كده اهو، ونبدا نشتغل كده بقى اهو. لازم سطور، لا يعني سكينه المستحد بتاعها تكون عريضه زي دي كده اهو، او السلاح بتاعها يكون عريض اهو، سموه زي ما تسموه اهو. الرفيعه مش هتديك اللي انت عايزاه اهو. كمان واحده مع بعض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. دي طويله شويه ماشي، نخليها برضو اصابع طويله اهو، بلاها شكل حلو اهو. نيجي كده اهو. نعم يا غالي حاضر. يقول لي الفول لا، اعمل بطاطا، اعمل مبكبكه، اعمل فته، هو طبق الفول سيد السفره، سواء في المناسبات سواء في كل فطار او غدا او عشاء. واحنا المصريين شطار في عمايله، نبدع فيه. يعني انا مثلا عملت الفول بالجمبري او الجمبري بالفول، كسر الدنيا. خمس ست حبات جمبري احمرهم في طاسه مع شويه ثوم شويه كمون شويه بهارات مكعب من الزبده، اداني زيت فيه طعم الجمبري وريحه الجمبري. اشيل الجمبري اخليه على جنب وانزل بالفول اهرسه في قلب الزيت مكان تحمير الجمبري. حاجه بسيطه خالص وسهله، هي الفكره كلها الطعم بس. وفي الاخر غرفت الجمبري وزينته بالخمس ست حبات الجمبري. في الاخر ما ارمشها، بنجيب الفرخه نقطعها ل 12 قطعه بدايه من الجوانح للفخاد للصدور وهكذا، ونسلقها نص سلقه. سلقناها نص سلقه بناخدها بنحطها في الثلاجه تاخد عمليه التبريد، تطلع من الثلاجه بنكون مجهزين التوبنج بتاعها عباره عن معلتين من النشا مع بطين مع شويه بهارات حلوين من الثوم البودر والبصل البودر، ونخلطهم مع الدجاج. لازم النشا، ناخد الدجاج من البيض والنشا والثوم البودر والبصل البودر يا ست الكل يا امي يا حاجه، ننزله فين؟ في البقسومات او رقائق الذره اللي هي الكورن فليكس تكون مطحونه ناعمه، نقلبها تقليبه وندخلها تاني الثلاجه. بيكون عندنا زيت شديد الحراره بنحمرها على مرتين، المرحله الاولى في زيت متوسط تاخد وتتلدن كده زي الفل وتنزل السوائل بتاعتها، المرحله الثانيه الزيت يكون شديد الحراره ننزل بيها في قلب الزيت تطلع معاك مقرمشه. وعشان الكلام الحلو وعشان صلاه النبي والمولد النبوي والكلام الحلو اللي سمعتوه لي دلوقتي على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، انتظري مني بكره ان شاء الله في بدايه الاسبوع نعمل لك احلى فراخ كريسبي مقرمشه يا امي. هناخد البطاطا الحلوه دي يا عم الشيف في قلب الزيت، اللهم صل على النبي اهي حلو قوي، وتنزل في قلب الزيت
ونروح نشوف الفول بتاعنا اخباره ايه. اللهم صل على النبي. يطلع الفول عينيا. اوف اوف اوف. ايه الحلاوه، ايه الجمال، الصوره تسبق الحديث. الله ينور عليك يا مخرجنا وفرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين حبايبي اصدقائي. ايه الحلاوه دي. طبعا انا الصراحه المصورين الله يكون في عونهم مع الروائح الجميله والحاجات الجميله اللي في الاستوديو، وما زال وعندهم الايه الثبات العملي، مش الثبات الانفعالي، الثبات العملي، كل واحد في عمله. هنا في ثبات انفعالي، ثبات عملي، مصطلحات كده مالكمش دعوه بقى الشيب بيقولها يعني، خلي بالكم بتطلع متبهره شويه. شايفين مش المكرونه، شايفين اللازانيا؟ لا مش اللازانيا، شايفين طاجن الفول الحلو ده؟ ايه الجمال والحلاوه. جيب لي التفاصيل من الجنب بقى، هتلاقي الفول، هتلاقي جبنه، هتلاقي بشاميل، هتلاقي الزبده طالعه على الوش، الفول بيتكلم مصري. حلو الكلام. طيب اخبار البطاطا ايه؟ في قلب الزيت اهي، شفت التقطيعه كلها واحده، ما تلاقيش بقى واحده طريه، واحده ناشفه، واحده مقرمشه، واحده وهكذا. شفتها، لازم زيت غزير. الله، نجهز بقى الطبق ونقدمها ازاي واحنا مع بعض. اعمل حركه لطيفه كده واللي انا بحبهم. اللهم صل على النبي. اعمل ايه يا عم الشيف؟ احط قرفه وسكر، ادي السكر البودر وادي القرفه، واقلب القرفه على السكر. حلو الكلام. واستنى البطاطا دي تطلع، قرفه وسكر، واحطهم هنا كده. ممكن انت بقى عايز اذهب بطعم الحبهان، اخواننا في الخليج يحبوا الحبهان والقرنفل، عادي تحط حبهان وقرنفل مع سكر. يا والله لسه لغايه دلوقتي لسه هسه اللحظه دي جت على بالي، هعملها لكم ان شاء الله. خلونا نجرب الطعم ده كده، سكر بودر مع حبهان وقرنفل مطحون، الاثنين ناعمين مع سكر بودر وسنه قرفه، ونخلط كده ونشوف الطعم الثلاثي اللي هو القرفه مع الحبهان مع القرنفل. يدينا على قهوه عربي على طول. شفت التقليبه دي كده مهمه جدا. حلو، نجهز طبق التقديم، نجهز طبق التقديم. اللهم صل على النبي. حلو قوي، نوسع الدنيا دي كده بقى. بسم الله، ايه رايك في الرصه دي مخرجنا؟ الاماميات. حلو، عايز اعمل حاجه مهمه، الدنيا عامله كده تمام. في حاجه في راسي كده بحضر لها، اشاركك معايا. ممكن تكون انت عندك الامكانيات شويه، هتجيبي غطا حله او غطا زجاجي على قد الكسروله اللي انت حطيتي فيها السكر البودر والقرفه وتجهزيها. انا جبت طبق عادي، انت ممكن يكون عندك غطا بنفس المقاس. بعد ما تطلع البطاطا الحلوه من الزيت وهي سخنه نصفيها كويس، بنسقطها هنا ونغطي الكسروله دي او البوله دي ونرجها جامد كده ونقلبها، وبعد كده ناخد البطاطا نغرفها في طبق تاني. عرفت انا هعمل ايه؟ ده نظري، العمل هننفذه دلوقتي مع بعض. واحده واحده. السر في البطاطا دي خلي بالك عمليه التحضير الاوليه اللي انا لازم اتكلم عنها وانا واقف جنبيها. جبنا البطاطا من عند الراجل بتاع الخضار او الفكهاني، وهي موجوده دلوقتي بتدخل مع الشتاء بتملى السوق، واحنا في مصر مشهورين بالبطاطا الحلوه بتاعتنا. بالله الراجل الطيب بيعملها على العربيه، انا شخصيا بحب افطر منها الصبح. دي ما بيشويها الراجل في الفرن او على الفحم، بتبقى لطيفه، بيحطوا عليها عسل، بيحطوا عليها نوتيلا، شوكولاته، زي ما احنا عايزين. البطاطا لازم تتغسل كويس جدا وتتشال من الرمله والطينه وتبقى بالشكل ده كده، وتقشريها. بعد ما تقشريها تقطعيها زي ما انا قطعتها دلوقتي. انا بركز على الحته دي مهمه جدا، لانك لو انت قشرتيها بالرمله او بالطينه هتلاقي الحاجات دي والرزاز ده في البطاطا وانت بتاكليها مع السكر البودر والقرفه، وهيبقى مزاجنا مش حلو وشكلنا مش حلو واحنا بناكلها. خلي بالك ده مطلوب، هنشيلها كده من النار.
هي ما فيهاش زيت اصلا، طالما بتحمري في الزيت شديد الحراره ناخدها كده نسقطها هنا. بص اهو الله، هو ده. بص على الحلاوه دي بقى، بص لا بص هنعمل ايه بقى اهو. اللهم صل على النبي. هز حلوه ناخدها ايه. اللهم صل على النبي، يلا بينا ايه. سهله هتعملها احسن مني انا عارف. الف انا وشفا للي ياكل. بطاطا حلوه بالقرفه والسكر، يلا بينا نزينها بعود نعناع حلو. الف هنا وشفا. حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه، قدرنا ان احنا نعمل مطبخ بسيط وسهل، ولكن حقوق الطبع لدينا وبس. اذا كان في المعطيات او المطلوب او البرهان، عملنا المبكبكه بالسجق، عملنا طاجن الفول بالبشاميل جراتان، وعملنا البطاطا الحلوه بالسكر والقرفه. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.